قال تحار فيها القطا، والقطا اسم جنس جمعي للقطات بالتاء المربوطة، والقطات هي نوع من الحمام البري الذي يسمى اليمام. فالعرب تسمي الحمام الأهلي المستأنس في البيوت تسميه، وفي الأبراج تسميه الحمام، أما البري فتسميه اليمام. ومن أنواع اليمام القطاء، وهو طائر يضرب به المثل في الهداية، لأنه كما يذكر اللغويون ينطلق من مكانه إلى أماكن بعيدة يرتحل إليها طلبا للماء، ثم يعود دون أن يضل أعشاشه وأماكن والمواقع التي هو فيها وترك أفراخه فيها. فالقطاء ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل في قوله في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى له قصرا في الجنة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطات هو مرقدها الذي ترقد فيه، وقد يكون في الأرض على وجه الأرض مثل الحفرة.